السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نوضح محاضرة مهمة جدا بعالم الجزيئي، ألا وهي ما تسمى بالهستون بروتين. الصراحة الهستون بروتين أو ما يسمى بالنيوكليوسوم، إن شاء الله اليوم راح نوضحه بصورة بسيطة جدا، وراح نوضح التراكيب الخاصة به، وأيضا نوضح وظيفة هذا الهستون بروتين بعالم الجزيئي، وشنو دوره بعملية ضغط الدي ان اي وعطاء للكروموسوم الشكل المضغوط داخل الخلية. احنا نعرف بان الجين وما شابه ذلك والكروموسومات تكون دائما ذات الاحجام الطويلة جدا، فبالتالي حتى تكون سهلة الخزن وداخل الخلية، لان تعرفون الخلية صغيرة الحجم، اما بالنسبه للدي ان اي فيكون شريط عباره عن شريط طويل، فبالتالي حتحفظ الدي ان اي وينحفظ الكروموسوم بالصوره وبالشكل المناسب، لازم شنو ينضغط وين داخل الخليه، واللي يقوم بهذه العمليه هو الهستون بروتين. فان شاء الله اليوم راح نوضحه بصوره بسيطه جدا. هذا السلايد يوضح فد انترودكشن او مقدمه بسيطه عن الهستون بروتين. هو شنو هو اصلا الهستون بروتين؟ الهستون بروتين هو عبارة عن بروتين خاص أو مجموعة من البروتينات الخاصة. هذه وين موجودة؟ وهذه ميزة مهمة جدا، ومقارنتها بين البروكاريوتيك والإيوكاريوتيك، موجودة فقط بالإيوكاريوتيك سيل، موجودة بخلايا حقيقية نواة. زين، شنو دور هذه الهستون بروتين؟ تلعب دور جدا مهم ومسؤولة عن responsible for دي ان اي فولدنج، اللي هو طوي الدي ان اي داخل الخليه، وايضا يكون الكروماتين فورميشن، اللي هو الكروموسوم يعمل على ضغط شنو الدي ان اي وضغط شكل الكروموسوم داخل الخليه حقيقيه النواه، اللي هو خلايا حقيقيه النواه. اذا هو الهستون بروتين عباره عن مجموعه من البروتينات، هذه الموجوده بخلايا حقيقيه النواه وغير موجوده بالبروكاريوتيك البكتيريا. وهذه شنو دورها؟ تعمل على طوي وضغط شكل الدي ان اي داخل من؟ داخل الخلايا الايوكاريوتيك سيل. اما من ناحية التركيب الكيميائي الكيميكال ستراكشر الملي الهستون بروتين، والمميزات الخاصة بهذا البروتين هي كالآتي: أولا هايلي ألكالين بيسك بروتين، عبارة عن بروتينات قاعدية جدا، هذه أولا. ثانيا والميزة المهمة جدا اللي هي هيستون ار بوزيتيفلي تشارج. شنو بوزيتيفلي تشارج؟ هي عبارة عن تحمل شحنة موجبة. ليش؟ وهذه ميزة جدا مهمة اللي تلعب دور جدا مهم بعملية طو الدي ان اي داخل من؟ داخل الخلية. بما انه حتى يكون التفاعل تام داخل الخلية لازم يكون بوزيتيف. ليش؟ لان شحنة الدي ان اي لازم شو تكون سالبة حتى يكون تفاعل تام داخل الخلية، وبالتالي راح يعمل على يسوي فولدنج للدي ان اي داخل الخلية. اذا اهم ميزتين موجودة بالهستون: اولا انه يكون الكلاين قاعدي، وايضا الشريحة الثانية اللي هي الهستونات تحمل شحنة موجبة حتى شنو يكون تجاذبها ويامن ويا الدي ان اي بشكل تام داخل الخلية وتحوله الى فولدنج وين؟ انسايد ذا سيل. بعد ما اخذنا مقدمة واخذنا الكيميكال بروبرتيز للهستون، هسه راح نقسم الكلاسز اوف الهستون، راح نسويها على شكل كلاسات. راح نقسمها الى تو كلاسز، التو مين كلاسز هستون، اللي هو الكور هستون واللينكر هستون. وبهذا السلايد راح نشرح ما يسمى بالكور هستون. شنو هو اصلا الكور هستون؟ الكور هستون هو عباره عن فور بيرز، يعني قد اذا نريد نفصلها على شكل الافراد ثمانيه. اذا فور بيرز ثمان بروتينات، اللي هي الاتش 2 اي بيرز، اتش 2 بي، واتش 3، واتش 4. هذه يسمى بالكور هستون. الاتش 2 اي والاتش 2 بي غنيه جدا وتحوي على الحامض الامين اللايسين، بينما ال H3 وال H4 غنية بحامض الأميني يسمى بالأرجينين. إذا قسمنا الهستونات إلى نوعين: كور هستون واللينكر هستون، اللي هو الهستونات اللي يسمونها اللبية أو الداخلية، والهستونات الرابطة. الكور هستون الداخلية اللي تتكون من هذه العوائل من البروتينات، اللي هو ال H2A و H2B و H3 و H4. ذكرنا ال H2A وال H2B غنية باللايسين، وال H3 وال H4 غنية بمن؟ بالحامض الأمين اللي هو الأرجينين. إذا 4 بيرز، بمعنى إذا نريد نفصلهم أفراد 8 بروتينات. تمام.
هذا الهستون لما يتوب راح يكون لنا، هذا راح يصير عبارة عن شنو؟ هستون. وبالتالي هذه البروتينات مع اللينكر هستون راح يكون لنا تركيب ثماني اللي هو الاوكتوميرك النيوكليوسوم، اللي هو يسمى بالنيوكليوسوم. مصطلح النيوكليوسوم هو عبارة عن هستون وبروتين يحول الهستون وبروتين، عرفناه وفصلناه بصورة بسيطة جدا. زين، ايش قد تكون اللفة مالته او اللف مالته للدي ان اي؟ راح يكون يلف على شكل 147 بيس بير. اذا 147 بيس بير يرد حتى يكون لنا ما يسمى بالدي ان اي راب اراوند ذيس كور بارتكل. اذا هذه هي الكلاس اوف هيستون، عرفنا الكور هيستون واللينكر هيستون. عرفنا الكور هيستون، وبالسلايد القادم راح نشرح ما يسمى باللينكر هيستون. بعد ما اخذنا الكلاس الاول اللي هو الكور هيستون، هسه راح ناخذ اللينكر هيستون. اللينكر هيستون هو عباره ويتضمن ما يسمى بالاتش 1 والاتش 5، وهذه ايضا تحوي على نسبه عاليه من اللايسين والارجينين الخاص بالحامض الامين. زين، شنو دور الاتش 1؟ شنو دوره او شنو وظيفته؟ هو عباره عن لينكر يعمل هذا الهيستون بروتين اللي هو الاتش 1، يعمل على ربط بايند ذا نيوكليوسوم. وين؟ لما تكون at the starting and ending site of DNA، عند بداية ونهاية الدي ان اي راح يسوي على شكل شنو؟ ربط بايند المن للنيوكليوسوم. وعرفنا النيوكليوسوم شنو؟ هي ال H2A H2B و H3 و H4 اللي هو الكور هيستون. هذه ال H1 يعمل على ربط النيوكليوسوم عند نقطة بداية ونقطة نهاية من هو الدي ان اي، وهذا بالتالي راح يسبب شنو؟ يكون لنا، هذا يساعد على غلق الدي ان اي داخل الخلايا، وراح يضغط لنا اياه بصوره طبيعيه وبصوره مناسبه داخل الخليه. ونرجع ونقول بان الخليه صغيره الحجم جدا، فبالتالي الدي ان اي يكون بحجم كبير، فبالتالي لازم ينضغط داخل الخليه حتى ينخزن بالصوره البسيطه. هذا الاتش 1. اما الاتش 5 هيستون، هذا عباره عن بروتين، وهذا البروتين يلعب دور جدا مهم بالباكجينج. باكجينج اللي هي تعبئه المناطق الدي ان اي، باكجينج اوف سبيسيفيك ريجن اوف دي ان اي، يعمل على تعبئه، يعني كانما بعلبه ويسوي يضغط عليها داخل منه، داخل هذا النيوكليوسوم وداخل الخليه. فبالتالي الباكجينج اوف سبيسيفيك ريجن اوف دي ان اي يقوم بها من هو الاتش 5 هيستون بروتين. اذا قسمناها نوعين، الكور هيستون واللينكر هيستون. الكور هيستون ذكرناها بانه عباره عن اتش 2 اي H2B H4 و H5 و H3 عفوا و H4، وتكون على شكل بيرز أربعة، بينما كأفراد راح تكون أوكتوميرك يعني ثمانية التركيب، وراح تكون لنا النيوكليوسوم ستراكشر. أما بالرابط اللينكر فذكرنا ال H1 وال H5. ال H1 يعمل على ربط النيوكليوسوم البروتينات السابقة، ويعمل على ضغط الـ DNA داخل الخلية، ويمنع شنو؟ غلق لما الدي ان اي داخل الخليه. اما بالاتش 5 فيلعب دور جدا مهم بتعبئه، تعبئه يعني شنو؟ ضغط الدي ان اي بصوره كامله وين؟ داخل الخلايا الايوكاريوتيك سيل. وذكرنا بان الهستونات ما موجوده وين؟ بالبروكاريوتيك. اما بالنسبه للفكشن اوف الهستون بروتين الكروموسوم، فهذه من النقاط المهمه جدا. اولا الدي ان اي هو شنو يكون مكانه وين؟ مكانه بالكروموسوم، ويكون على شكل شنو؟ النيوكليوسوم. اذا الهستونات تلعب دور جدا مهم بخزن الدي ان اي على شكل شنو؟ على شكل النيوكليوسوم، او ضغط الدي ان اي وين؟ داخل الكروموسوم، حتى يعطي للكروموسوم الشكل النهائي. هذه اولا. ثانيا البيسك يونت اوف الكروموسوم هو الكروماتين، خيوط الكروماتين فايبر، كروماتين فايبر. وبالتالي هذه الهستونات تلعب دور جدا مهم بالدي ان اي اراوند ايت، هذه اللي هو الكروماتين فايبر راح تكون تلتف حول الدي ان اي دبل هيليكس كويل الملتف اراوند ذا كور اوف 8 هيستون بروتين. اذا الخيوط الكروماتين تلتف حول هذه ما يسمى بالدي ان اي دوبلكس كويلد اراوند ذا كور اوف 8 هيستون بروتين اللي هو البروتينات او البروتين هيستون. زين، وايضا ذكرناها نقطة مهمة اللي هو البوزيتيف تشارج اللي للهيستون، هذا خلاها لينكد ويز ترتبط مع النيجاتيف تشارج المن للفوسفيت جروب اوف دي ان اي. اذا هذه هو الوظائف، والوظائف بصورة عامة واللي هي نقطة مهمة جدا، هو كيف يخزن الدي ان اي
بيش طول مترين داخل الخلي، وهذا صعب جدا. فبالتالي وجود هناك بروتينات وانزيمات، واللي هي البروتين هستون، تلعب دور جدا مهم بضغط الدي ان اي وحجمه داخل من داخل الخلايا الايوكاريوتيك سيل، وايضا بمساعده الكور هستون واللينكر هستون. وعرفنا الكور هستون اللي هو اتش 2 او اي، اتش 2 بي، واتش 3 واتش 4، واما اللينكر هستون هو الاتش 1 والاتش 5. وهذا هو الشكل للنيوكليوسوم. هذه الوحده اللي هي تتالف، شوف لاحظ هنا اتش 2 اي، اثنين اتش 2 اي باتش 2 اي، يعني بيرز على شكل ازواج، اتش 2 بي واتش 2 بي اثنين، وعندكم ال H3 وال H3 بيرس، و H4 و H4 بير، اذن اوكتوميرك بمعنى ثماني، تركيب بروتينات ثمانية، وراح يلتف حولها من هو الدي ان اي. ذكرنا هذه شحنتها موجبة والدي ان اي سالبة. لاحظ هنا اللينكر دي ان اي، هذا اللينكر دي ان اي اللي هو يلعب دور جدا مهم. خاف يجيكم شنو معنى اللينكر دي ان اي؟ اللينكر دي ان اي هو عبارة عن هذا اللينكر يربط بين النيوكليوسوم وحدة واخرى، اذا النيوكليوسوم وحدة واخرى يربط بيناتهم لينكر دي ان اي. اذا هذا هو التركيب النهائي اللي يسمى بالنيوكليوسوم، ثمانية هيستون مولكيول، وايضا كل ثمانية راح ترتبط بها ما يقارب طول دي ان اي 147 بيس بير اوف دي ان اي. اذا هذا هو ما يسمى بالنيوكليوسوم. اما بالنسبة لمصطلح السولونويد، السولونويد هو عبارة عن شنو؟ مجموعة من النيوكليوسوم، يعني من ثلاثة وفما فوق. السولونويد لما تكون أكثر من ثلاثة ويوصل طولها 30 نانومتر يسمى لمصطلح النيوكليوسوم بالسولونويد. لاحظنا هذه نيوكليوسوم، هذه نيوكليوسوم، وهذه نيوكليوسوم، وهذه نيوكليوسوم، يعني هذه ستونكتومير. شنو معنى يعني الوحدة من هذين تحوي على ال H2A و H2B و H3 و H4 و H، وهذا عندكم ال H1 هستون. هذا هي عبارة ما يكون لنا بالسولونويد ستراكشر. إذا السولونويد ستراكشر هو أكثر من وحدة نيوكليوسومية داخل الخلية الحقيقية النواة، وبالتالي هذا الماينتين كروموسومال ستراكشر، وبالتالي راح يكون لنا ما يسمى بالكروموسوم ستراكشر وضغط الدي ان اي داخل الخلية الحقيقية. اما بالنسبه للبكتيريا، هذا ما موجود، وانما موجود الدي ان اي ينظم ماده الوراثيه داخل تعرفون الدي ان اي بالبروكاريوتيك اللي هو مثالها البكتيريا، ما موجود داخل النواه. ليش؟ لان ما تم خاليه للغشاء بالتالي البلازمي، فبالتالي النواه مبعثره داخل السيتوبلازم، فبالتالي راح شو تكون ينظم الدي ان اي بالبروكاريوتيك شكله على شكل الدومن، دومن بمعنى مقاطعات، نفس هذه بالضبط ولكن اشكالها مختلفه. ان شاء الله بالسلايد القادم راح اوضحها بصوره، وهذه الفرق بينها بين الايوكاريوتيك هذه والبروكاريوتيك. اما بالنسبه للبروكاريوتيك البكتيريا، لاحظ هنا هذه شكل الدي ان اي تحت المجهر الالكتروني، لان لا يرى بالمجهر الاعتيادي. لاحظ هنا ترتب الدي ان اي مالته على شكل دومن، هذه دومن بمعنى مقاطعه، على شكل مقاطعات، هذه دومن وهذه دومن وهذه دومن. ليش؟ لان السيستم مالها مو نفس اليوكاريوتك، شوي متطور اكثر، فبالتالي تعمل على قد ما تمتلك من هذه انزيمات او بروتينات، وتنظم الدي ان اي شكله داخل السيتوبلازم، فبالتالي راح يكون على شكل دومن، هذه دومن دومن، وبالتالي ما يقارب ال 100 دومن تكون دائما بالدي ان اي البروكاريوتك موجوده. وين؟ بالبروكاريوتك، البكتيريا وما شابه ذلك. أتمنى لكم الاستفادة من هذه المحاضرة، مع الشكر الجزيل لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.